صحفي أمريكي يقول أردوغان كان يستطيع أن يفوز من الجولة الأولى بسهولة إذا قام بطرد اللاجئين، لأن المعارضة تلعب بهذه الورقة وأن أصوات المعارضة زادت جراء اللعب بورقة اللاجئين. بماذا تعلق على ثبات موقف أردوغان بأنه برغم من أن كل المرشحين لعبوا بهذه الورقة وتعهدوا للشعب بطرد اللاجئين، إلا أن أردوغان قال هذا الأمر لا يتفق مع القيم الإسلامية أو الإنسانية أو أيضا يعني عادات الأتراك، وأن اللاجئين مرحب بهم داخل الدولة التركية؟ يعني بكل بساطة الأمر الواقع طريقة تعبير غلط من بدايتها. يعني يمكن أن يقال أيضا كتحليل سياسي للانتخابات أن يقال لأن أردوغان وقف هذا الموقف في قضية استضافة اللاجئين المشردين المظلومين من بلدان عدة، الواقع لأنه فعل ذلك كان هناك نوع من التأييد على المستوى الشعبي، لأن الشعب أيضا مضياف، ولأن الشعب الواقع يقدر من الجانب الإنساني كيف يمكن أن يكون. نعم. لأن الشعب التركي الواقع لا يمكن أن يدخل في معركة ضد أناس يعني تركوا أوطانهم لأنهم هناك لأنهم مظلومون. يعني نصرة المظلوم هذه لا يفهمونها بالطريقة التي نفهمها، ولو فهموها لكانوا فهموا الواقع. طريقة تفكير الناخب التركي أنا أقول ليست فقط يعني أحد أسباب نجاح أردوغان بأنه متوازن في أموره ولا يتحرك من باب المصالح الآنية اللحظة الآنية. صحيح. هذا مع العلم بأن الناخب الملايين الموجودة في تركيا من غير الأصل التركي الواقع إلى حد كبير تساهم في الاقتصاد التركي، تساهم في الحياة الاجتماعية، تساهم في الحركة التجارية، تساهم في الحركة المالية مثلها مثل سواها. يعني بالتالي لو يستفيدوا من هذه النقطة فقط، هذا جانب. الجانب الآخر الواقع الأتراك يعلمون هم أيضا ضيوف في كثير من الدول، نحن يوجد لدينا ملايين في ألمانيا، ملايين في أوروبا عموما، فهم يعلمون تماما بأن الحالة التي وللأسف هنا يعاملون معاملة إلى حد كبير فيها تمييز وفيها شيء من العدوانية. بالتالي الواقع هم يدركون ما معنى التشرد، علما بأن هذا ليس للتشرد وإنما كان للعمل ولمشاركة في نهضة اقتصادية عاشتها ألمانيا وعايشتها مع هذه الوفود التي كانت يؤتى بها من تركيا.